الخير. النهاردة هنعمل البغاش. المقادير عبارة عن كوبايتين دقيق انا نخلاهم، معلقتين كبار سمنة، بيضتين، رشة ملح، رشة سكر، معلقة كبيرة فانيليا، ونص معلقة بيكنج باودر، وشوية مية للعجن. انا هيبقى عندي سوائل كتيرة، بس يمكن العجينة تحتاج شوية مية للعجن، فانا محضرة شوية مية صغيرين، فعشان كده مليش مقدار بالظبط المية، لان العجينة ممكن تكتفي بالسوائل دي، الدقيق ممكن يكتفي بالسوائل دي، او ممكن ابقى ازود شوية مية. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنبتدي نحط الدقيق في العجينة. رشة الملح، رشة السكر، شوية البيكنج باودر، الحاجات الناشفة الأول، وابتدي اخد لفة كده بالعجينة. اضيف السمنه البيضتين ومعلقه الفانيليا. العجينة خلصت، حطيت في البولة شوية زيت صغيرين، غطي العجينة وحطها في فرن البوتاجاز. افتح النور بتاع الفرن لغاية تقريبا ساعة، هسيبها تستريح. هي مفيهاش خميرة كتيرة، هي فيها نص معلقة بيكنج باودر بس، برضو لازم اسيبها تستريح عشان اعرف افردها. وهنشوف هنرجع معاكم ونشوف هنعمل ايه. البغاشة كده بقالها حوالي ساعة انا سايباها، دلوقتي هي استريحت العجينة. هاخد نص العجينة كده انا حطيت شوية دقيق، وهبتدي افردها. ابتدي بالقطاعة اقطعها. وهبتدي احمرها.
كده بعد ما خلصت البغاشة حطيتها في العسل وصفيتها، حطيتها في الطبق. شايفين طبعا الكمية بتبقى كبيرة ازاي، على 2 كوباية دقيق. طبعا احنا ممكن نقدمها بكذا طريقة، يعني ممكن نحط لها عليها سكر بودرة ونزينها بالفراولة، وبتبقى بالشكل ده وجميلة جدا، بتبقى طعمها جميل. أرجو إنها تعجبكم وتجربوها. إلى اللقاء.